Affiliation here, drug, antibacterial, antibiotic, okay. والثاني سيديروفور، والثالث لينكر بينهم. يعني لاحظت الدراج سيديروفور انالوجز، طيب شنو هو؟ طيب لينكر. هذا هو البيزك ستراكشر ديزاين اللي لحد الان معمول فيه. لحد الان معمول فيه. لا يزال تستمر يعني عبر السنوات. بالنسبة للسيديروفور هي عبارة عن كومباوند تفرزها بتكتب صورة طبيعية أو تنتجها بصورة طبيعية. شو كيف؟ بنسبة ليش إلى الأيرون حتى تاخذ أيرون من المحيط مالتها أو الأيرون صار له كومبلكسيشن وياهم ويصير روتين ترانسفيرين أو إذا كان موجود صورة حرة يسهل عليها المأمورية. شلون يصير كذا شيء هاي الكومباوند؟ بكتيريا بصورة طبيعية راح تفرز أو تنتج هاي المكونات اللي سيدي روبور راح تكون واحدة من أربع أشكال كاتيكولز أو نسميها أو هيدروكسي فينل أوكسازولين أو هيدروكسي فينل هايدروزولين أو هيدروكسانيك أسيد أو ألفا هيدروكسي كربوكسيليك أسيد. واحدة من خمس أنواع. ليش من الخمس أنواع اللي دا أستهدفها؟ من هاي موجودة نفسها الناتشرال سيدروفور. موجودة وين بالناتشرال سيدروفور؟ يعني مصنع سيدروفور أنالوج لازم يستخدمها. شنو هو؟ واحد من ذن الخمسة. ليش واحد من ذن الخمسة؟ من ذن استراكشرات موجودة طبيعيا وين؟ السيدروفور اللي تنتجها أصلا البكتيريا. حتى يكون الكونسيبت ناجح من نصنع انالوج لازم في هاي اما كاتيكول او هيدروكسيفينيل اوكسازولين او هيدروكسيفينيل ثايازولين او هيدروكساميك اسيد او شنو هيدروكسي كربوكسيليك اسيد. هيدروكسي كربوكسيليك اسيد شلون هاي ستراكشر هاي الكاتيكول اوكي وهذا هيدروكساميك اسيد هذا هيدروكسي كربوكسيليك أسيد وهذا شنو هو إذا كان أس هو دايازولين وإذا كان أو هو شنو هو أوكسازولين. أوكسازولين إذا تشوفون هنا هن تعتبر باي دنتيت يمكن خدتوها بالأورجانيك باي دنتيت يعني تأثير تشيليشن من شرط تشيليشن إنه يكون حلقة بين هذا شو يسمونه الليجن وبين شنو المتر شنو المتر اللي أنا مستهدفه الأيرون بصير هواتر بصفين يعني يصير ناتشيليشن بين البول وبين الأيرون شو راح يصير عندنا عبارة عن شنو رينج راح تحسبوها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا هذا متر ناتشيليشن إنه يسوي رينج بين شنو بين الليجن وبين المتر فهي تحقق الشرط اللي من هنا كاتيكول او اذا انتقل على الاوكسازولين او الثايازولين نفس الشيء من يجي هنا المتر ايضا راح يصير شنو عبارة عن رينج نفس الشيء هنا هيدروكسانيك اسيد نفس الشيء هنا شنو اكثر كربوكسيليك اسيد لان اختاريت اني انا متقصد يعني اصلا هي موجوده وتحقق الشرط اللي يحتاج يكون شنو باي ديت دنتيت حتى يكون شنو رينج اللي هو شنو نعتبره كومبلكس اللي نعتبره هنا أنا كومبلكس أو سمي جيليتينج أجنت جيليتينج أجنت على نهاية موجود أنذر ليجنز سواء من نفس النوع أو أذر ليجنز يسوي شنو هكسا أوكتاهيدرا كومبلكس يعني هكسا كوردينيشن هكسا كوردينيشن وبالتالي شنو نسمي الأوكتاهيدرا جيومتري اللي يكون كلش ستيبل اللي يكون كلش ستيبل يعني هذا موجود انا ذا لكن صار من نفس النوع او دقيق موجود اصلا جزء البكتيريا راح نتنا شنو نسميه اوكتاهيدرال اللي هو يصير هكسا كوردينيشن بوند يعني يصير ست حواصر كوردينيشن بوند 1 2 3 4 5 6 هذا يخلي شنو الانتشيليشن كلش ستيبل لغاية اليوم اكثر شيء مستخدم هو الكاتيكولز انالوج والهيدروكسانيت انالوج اللي هو هذا
وهذا. يعني الديزاينات اللي نجحت بالتجارب لحد الان الناجح كان هو الكيتي كروز، وبعد شنو هو طبعا الهيدروكس، والهيدروكسونيك اسيد، الهيدروكسونيك اسيد. هذا بالنسبه لنا البارت الاول اللي يتعلق شنو هو بالسيديرو 4 انالوج. اذا اصلنا سيديرو 4 لازم تحتوي على شنو هو حاليا اما كيتيكول انالوج او شنو هو هيدروكسونيك اسيد انالوج. هاي وجود ايش يسوي لي؟ راح يسوي تشيليشن للايرون. وين موجود؟ موجود حول البكتيريا. من صار تشيليشن للايرون وهاي تشمل سيديرو 4 اذا البكتيريا ايش راح تسوي؟ يقول لك هذا سيديرو 4 اخذ شكل ترانسبورت يتخذ داخل خلية البكتيريا، وبالتالي وين راح يقتل البكتيريا؟ من يكون عنده شنو كونستريشن كارف. النقطة الثانية اللينكرز. واللينكرز هنا متنوعة، ممكن تكون امينو اسيد، ممكن تكون ساكسينيك اسيد، ممكن الكيل تشين، ممكن بوليثين جلايكول تشين. فأنا عندي شنو سماحية باللينكر، عندي سماحية يعني خلينا نقول وايد رينج او فينجر ريك اقدر استخدمها بهذا التايب اوف شنو اوف ديزاين. لا تذكرون كان لينكر بالانتي بادي درايف كونجوكيت هم كان بي لينكرز، بس دي كانت محددة اكثر. لا اللينكرات بالانتي بادي درايف كونجوكيت كانت كليفربول من كليفربول وبها يعني شروط محددة. نيجي على الخلية شنو هو كانسر سيل، بها ظروف معينة تسمح انه اللينكر سيل شنو خلينا نقول بريكج او بريك داون داخل خلية سرطانية. هنا لا، هناك سماحية عالية باللينكر لان مو نفس الشروط الموجودة بالكانسر سيل. بالنسبة للينكر ايضا راح يكون كليفربول ما كليفربول، نفس الحالة ممكن يكون كليفربول ما كليفربول. من يكون ما كليفربول لينكر هنا راح يفيدني انه يكون التارجت وين بالبير بلازم، يكون تارجت وين بالبير بلازم. من نقول بير بلازم يعني ما احد يصير له شنو هو ريليز الدراج، خلي يبقى ويا اللينكر، خلي يبقى ويا اللينكر. فهنا يكون التارجت مالي بالبير بلازم يفيدني شنو هو نايت ليفربول لينكر. يصير له بايندينج حتى لو هي؟ اي عادي، من هو صاير بالسايت يختلف عن السايت مال البايندينج، فما راح ياثر، ما راح ياثر. اذا هنا يكون ال شو اسمه التارجت مالتي بالبير بلازم يفيدني انه شنو هو نايت ليفربول لينكر. من يكون التارجت مالتي يعني مرات ارجع الرسم، مرات احتاج شنو بس بعد ما وصلت ايش ديزاين. من يصير الريليز السيديرو 4 داخل البيربلازم اكو ترانسبورت ينقله وين؟ ينقله داخل السيتوبلازم نفسه، يعني لازم يعبر شنو هو؟ هنا بمنبرين، لازم يكون منبرين، هنا لازم يكون عندي شنو هو؟ ليفربول لينكر، لازم يكون عندي شنو هو؟ ليفربول لينكر حتى يفك الادراج ويسمح شنو هو؟ انه ينتقل عن طريق شنو هو؟ هذا الترانسبورتر الى داخل شنو هو؟ داخل السيتوبلازم. فالنوع الثاني ما راح يتأثر بالأكشن؟ ما راح يتأثر بالأكشن؟ اللي يصير له؟ لا هو ترانسبورت راح يتعرف على السيديرو 4 كامل. زين. إيه خليه يبقى يعوي الإدراك، هو يتعرف على شكل السيديرو 4. هناك بالسيتوبلازم بالتارجت مال راح يصير الأكشن. ما يتأثر. يعني خاصة لللينكر. يعني وجود اللينكر شان هو سبب المشكلة. من نخلص من عنده راح يصير شنو ما؟ يتعرف اكثر على الترانسبورتر ويصير له شنو ترانسبورت داخل السيتوبلازم. اذا كليفربول لينكر راح يفيدني شنو اذا كان التارجت مالتي وين يعبر لازم السيتوبلازم عن طريق الترانسبورتر لازم يتخلص من شنو من هذا اللينكر. الكليفربول لازم اختاره بعنايه. ليش؟ لان حتى ما يصير له بري ماتشور ريليز. هاي نقطه كلش مهمه. يعني كليفربول لينكر لازم يكون شنو هو الاختيار مالته يكون مختار بعناية حتى ما يصير له ريليز او بري ماتشور ريليز قبل لا يصل شنو هو التارجت اللي موجود وين داخل الخلية البكتيرية. هنا وين التارجت؟ هنا راح يكون بالبيربلازم. قاعة المكتبة. ليش بالبيربلازم؟ بالبيربلازم خلي يصير له كليفج حتى يخلص الادراك ويسيديرو 4 انالوج يصير له ترانسبورت. فبالبيربلازم راح يصير شنو هو؟ راح يصير له كليفج لللينكر. فالتارجت مالتي وين راح يصير؟ انه وصله انتاكت للبيربلازم وهناك يصير له هيدروليسيس او يصير له شنو؟ بريك داون وخصم لللينكر.
نخلص من اللينكر بقى دراجو يسيدي روفر راح يصير له شنو ترانسبورتر ثاني عن طريقه شنو الترانسبورتر الموجود بالسايت بلازم مثلا الى داخل شنو الى داخل السايت بلازم اي يعني من يوصل بير بلازم خلي يصير له هيدروليس بعد ما تمشي النوع الاخر او الجزء الاخر من الديزاين هذا هو الانتيبيوتيك اللي هو اللي اهم جزء تقريبا هو سيدي روفور انتيبيوتيك هنا الى غايه الان اللي حتى الان موجود اللي نجح في هذا الديزاين هو بيتا لاكتون بيتا لاكتون وهاي نجاحها راح يعتمد السببين انه التارجت مالته وين موجود البيربلازم من سيمبالك بروتين اذا بس وصل البيربلازم خلاص ما يحتاج بعد شنو تعمل سايت بلازم ممبرين هي وصلت التارجت مالته هناك راح يبدا الاكشن اذا تحتاج شنو فقط بارير واحد تتجاوزه اللي هو الاوتر ممبرين راح تنتقل عن طريق الترانسبورتر الموجود بدل سمينه تون بي ديبندن راح ينقلها للبيربلازم وهناك يبدا الاكشن مالته اذا فقط بارير واحد اوكي وهنا شنو البيربلازم التارجت موجود وين؟ بالسيمبلك بروتين موجود بالبيربلازم والنقطة الأخرى ماكو حاجة إن الدراج يتحرر من اللينكر ماكو حاجة لأن اللينكر موجود بسايت يختلف على البايندينج سايت مالت الدراج فإذا هاي شنو راح يسهل لي إن شنو نجاح الكونسبت مالتي إن التارجت موجود بالبيربلازم ما يحتاج بارير ثاني وما يحتاج يصير له شنو ريليس يبقوا يلينكر مالتر انتريشن على عكس شنو اذا كان كليفربول لا لازم يصير له هيدروليسيز يعبر سايت بلازم ثاني او مبرين ثاني حتى يبقى اكشن مالتر اذا اللي نجح هنا هو شنو بيتا لاكتام انتي بايوتيك على هذا الاساس من 2019 شهر نوفمبر طلع عندي دراج سميته سيفيدريكول سيدي ريكول على نبدا شنو هو سيدي روفور انالوج سيدي روفور انالوج سالس كذا سالس السيفول سكورينز مبني على هاي الفكره انه نربط التراك اللي هو سيفول سكورين ريبيتيف ويا من ويا سيدي روفور انالوج عن طريق لينكر وهاي الطريقه اقدر اتجاوز الباري مالت مالت فليكس ترانسبورت وبالتالي تغلب على البكتيريا ريسيستنس الموجودة وين تحديدا بالجرام نيجاتيف بكتيريا ذاك هو بروفت فور سيفير شنو جرام نيجاتيف بكتيريا تحديدا الكاربابينين ريسيستنت ايكولاي بالضبط حتى الكاربابينين ريسيستنس ايكولاي انت تغلب عليه هذا اي عام سوينا عليه سنه سنه على سنه سيدي ريكون هو غطى باللايت صنع الستراكشر مالته هو هذا سيفيدري كول هو استراكتشر يتكون من شنو من بيتا لاكتام سي فوسفورين ديريفاتيف اللي هو هذا اللي يعتبر شنو من انتيبايوتيك بارت اوكي والجزء الثاني اللي هو شنو من كاتيكول انالوج ايش كاتيكول؟ على مستوى الفوسفور حتى يسوي تشيليشن للايرون اوكي بالكيف تعرف عليها انه شنو من سيدروفور انالوج تاخذه عن طريق ترانسبورت داخل شنو من البيتلازم شو بقى عندي اللينكر اللي هو هذا لينكر اللي يربط كل الادراج هي انا ويا كيتيكول رينك ويا كيتيكول رينك انا قبل ما يصير كاصدار من هاي الادراج كان مخلين بايبرزين رينك بايبرزين رينك قبل لا يصير شنو هو بايبرزين رينك طبعا تغيير الرينك من بايبرزين إلى بايبرزين أنت شنو هو فلكسيبل في الاستراتش خلاه مور فلكسيبل ليش مور فلكسيبل إذا أنت ربطان هيترو أستربل بوند أكثر إيه أستربل بوند أكثر فيكون مور فلكسيبل يعني راح سيب هنا أنا أكورتت بوند 1 2 وهنا ايش قد صارت أكثر أساسك صار شنو ما مورفك سو معناته ممكن شنو ما يعني أخذ شكل معين مناسب ويانا ويا ترانسبورت أوكي
ما يعاني من مشكلة إنه يكون rigid structure وصعب التعرف، لا يكون flexible، يلا شكل معين ويا transporter وبالتالي تعرف عليه وتتقدم. مو كل هاي سلبية. مو كل الأحوال، مرات الرجل سلبية. هذا رجل سلبية يعني سلب. يعني مثلاً هو الستركتر بشكل واحد فرضاً، واللي يكون فلكس هو يأخذ أكثر من الشكل، لازم شكل يعني هو يسد فيتنج. إذا هو شنو؟ أعتقد بس البلوكر يعني نقول البلوكينج، خلينا نقول أبوش ما يحتاج يقدر مواصلات كثيرة. شلون؟ البلوكينج إفكت أو البلوكينج يعني إنتنشن للدرج. البلوكر يعني قصدك؟ البلوكينج إيه الفكرة؟ والفكرة هنا البلوكينج يعني أنا ما أحتاج خلينا نقول فدرج يعني مثل استيميليشن أو مثل خلينا نقول فيت يعني. يعني flexibility تنطي اكثر من التارجت من شخصك، يعني لازم شكل يعني يروح مويه الباسبورت. اذا هاي الاجزاء مالته بارو لدين رينج تكون كواترنري يربطكم حتى اسوي زيتر ايون، كواترنري اسوي زيتر ايون الكاربوكسيل اللي بيانها. وبعد شنو عندي؟ عندي كولر رينج عن انشيليشن وعندي لينك، عندي لينك. طبعا هذا سبريدي كول بي ميزة الستركتشر مالته اللي يجمع شغلتين، يجمع شغله موجودة بالسيكتورز دي، يجمع صفة موجودة وين؟ بس في بي. شنو الصفة الموجودة بالسيكتورز دي؟ احنا نسميها كاربوكسي ميثوكس مثل اوكسي امين جروب اللي هي كاربوكسي. اوكي وهي مجموعة مثل وهي شنو هما؟ أوكسيم جروب، أوكسيمين جروب. هاي وين موجودة؟ وين موجودة هاي؟ بس التازيدين. وهاي تنطي شنو هو؟ بيتا لاكتاميز اكتيفيتي. أو تخليه ستيبل للبيتا لاكتاميز. تحديدا هاي المجموعة. ها. اللي هي شنو هو؟ داي مثل أوكسيم جروب. أوكسيم جروب تنطي شنو هو؟ ستيبلتي للبيتا لاكتاميز. نهاية شو تسوي؟ تنطي ستيريك هندرس على البيتا لاكتاميز. يعني بيتا لاكتينيز راح يجي ما يشتغل اكيد. فاعتقد شنو هو؟ تنطى ستريك هندرس اجينست بيتا لاكتينيز. فتخلي شنو هو؟ كانما ستركتشر محن من بيتا لاكتينيز. مجموعة الكاربوكسي راح تنطي بولاريتي، بيتا بولاريتي مطلوب بالجرام نيجاتيف، بالجرام نيجاتيف كثير. عن مود البورين، عن استفاد من عند النصر عندي ترانسبورتر. زين. شو بقى عندي؟ بايرولوجين رينج. اللي تكون كواتر منه. Paralidinium group, quaternary known as an integral stability against beta lactamase. Against beta lactamase. لأن تخلي هاي structure وجود هاي أيضاً تخلي beta lactamase ما يتعرف على structure مالتنا مال beta lactamase. يعني وجود هاي أيضاً تنطي في الميزة structure وما تخلي beta lactam شنو يتعرف على هاي structure as beta lactam تشتغل عليه. يعني هاي وجودها كأنه ما غيرت structure مالتنا مال بيتا لاكتام تغيرت، وبالتالي راح تخلي البيتا لاكتاميز ما يتعرف على شنو عن هذا الستركتشر. اذا هاي اجزاء ستركتشر، هاي اللي شنو؟ امين ثايزول رينج. هاي تنطي امبروفمنت للاكتيفيتي، الكلام هيترو سايكل هي مجموعه امين، تنطي امبروفمنت للاكتيفيتي مال انتي بكتيريا. شو بقى عندي جزء؟ كاتيكول اللي هو راح يسوي تشيليشن وياهم ويا الايروش الفرق يسحبها داخل شنو داخل خلية البكتيريا. وبعد في شغله واحده اللي هي الكلور. الكلور وجوده بما انه كيتيكول يعني شنو راح تكون بيه سلبيه؟ ميتابوليزم راح يصير عن طريق شنو هو؟ الكونت. كونت اوكي. فمن خلال الكلور هنا راح نقلل الاكتيفيتي مالتنا مال كيتيكول للميتابوليزم عن طريق الكون. خليت الكلور هنا حتى احافظ على الدراج من الميتابوليزم. هاي شنو اجزاء ستراكشر مالتنا مال سيكريتيكول اللي مثل ما قلنا هو سي فور سبور يجمع بين سيبتازيدين وسيبيبين من اجيال مختلفه. وفي بعض التفاصيل اللي حكينا عن وجود الكيتيكول اللي هي كلور وجود شنو بارادينيوم جروب اللي تفيد وين بالستيبلتي اجينست بيتا لاكتينيز. يعني تخلي ستركتشر غير معروف للبيتا لاكتام، تقلل الافينتي للبيتا لاكتيميز، وبالتالي تحافظ ستركتشر من شنو من البيتا لاكتيميز اكتيفيتي. طبعا مجموعة الكاربوكسيل هاي سيشن فور اكتيفيتي.
يعني لازم تكون موجودة. يعني ما بقدر جذبيتها لأكتمها في هاي المجموعة، لازم تكون موجودة. أما ليش هنا موجودة البارالينيوم هو مو بغير مكان؟ هم جربوا كل السكن الممكنة، شافوا إنه البتر أكتيفيتي بتكون موجودة بهذا المكان. ليش؟ يا رقم 3 هذا بتنطي بيست اكتيفيتي من تكون موجودة بهذا المكان وتربط منه تربط الكتيكول رينج عن طريق الليكر طيب هذي كان ممكن يروبو لا تنسون نوت كيرو باللينكر يعني تربط مالتي وين بالكيرو بلاس هذا اللينكر بلاس. إذن بيست سايز هو ما جربوا حتى سايكس شافوا ان السايت المناسب من تكون رقم شنو رقم 3 ومثل ما قلنا راح تتغلب على الكثير من بيتا لاكتاميز تايب كثير انواع سواء كان اكستند سبيكترم بيتا لاكتاميز او كروموسوم كلاس او الكاربابينينز ايضا كلها شنو تتفوق عليها هذا سيفيريتي كود وبالتالي يعني شنو يستخدم بالسيفير انفكشن يتغلب على كل شيء سيستمز بالانتي مثل ما تشوفون انه هنا الديزاين ليميتد على البيتا لاكتام لحد الان هو ليميتد بس على البيتا لاكتام فالفكره انه يوسعون شنو من هذا الديزاين يعني بالمستقبل الافكار مالتهم شنو انه يوسعون من هذا الديزاين حتى يشمل انذر انتي بايوتيك اللي ممكن يكون تارجت مالتها وين موجود؟ موجود بالسيتوبلازم مو بس بالبيروبلازم فلذلك أقوى السبحات حالياً مثلاً أقوى الجلاكوسايت تراسايكلين أو تروبين غلون أو تريميثوفين حتى شنو إنه استفاد من هاي الفكرة ما سيبيروفو حتى استفاد شنو حتى تتغلب على البكتيريا أسستنس الموجودة بالأنتي بكتيريا يصير إذا تارجت البكتيريا بلازم تراسايكلين هو يصير بس ما يحتاج هاي التعليم خلينا كيفو بس إذا تشاهد على السايت اوف اتاشمنت لا أكيد يفضل يكون بالدروبر حتى ما يبقى فاينالي بما أن هذا سفر السيتور فور أنالوج يسوي سيتيليشن شفكة وقال نخلي ويا النتر وهاي النتر هي فيها انتبكتيرال اكتيفيتي يعني انه يربطون انتبايوتيك مثل هنا حاطه شنو سيبروفلوكساسين طبعا طريق لينكر كل هذا لينكر طبعا اوكي وجود السيرين انتبايوتيك اللي يبقى دراين اللي هو انجح لينكر شان بالستدي وبوجود اورنيثين اللي هو هذا اللي بيشن هو هيدروكسانيك اسيد دريفيتيف از شنو هو از سورس فارتيليشن هنا نرجع للرسومات من بداية الآن شنو المستخدم؟ نوعين أما كاتيكول أو شنو هيدروكسانيك هذا بي هيدروكسانيك درابيتل هيدروكسانيك أسيد درابيتل اللي مستحسن ليش من يومي ويا الجاليوم نتر والجاليوم نتر هنا راح ياخذ مكان الأيرون نحن نعرف الإنزيم تعتمد على الأيرون خاصية بالأيرون هو الأوكسيديشن ريدكشن يعني ايرون بي اف ايزال 2 بي اف ايزال 3 معناته بي اوكسيديشن ريدكشن من نوقف هاي السيستم اوكسيديشن ريدكشن الانزيم شنو راح تتفضل فانا بدلت الايرون بالجاليوم خليت الانزيم شنو نوت اكتف وبالتالي يعني وظيفه البكتيريا انتهت وجود الجاليوم وشغله ثانيه وجود شنو انتي بايوتيك راح تنقتل هاي البكتيريا فهاي فكره يعني عن المستقبل يكون احنا ليش يعني بس نخليها كذي شيء حديد نخليها نتر وهذا نتر اصلا دي انتجريتال اكتيفيتي وبالتالي يساعدني بس شنو بالاكتيفيتي مالتي انتي بايوتيك هذا هو كان موضوعنا فيما يتعلق بشنو سيتيروفور انتي بايوتيك انالوج اللي حاليا موجود هو سيكيورتي كود مثل ما قلنا 2019 وصل له بورمنت عن طريق البكتيريا او بروفولا اوكي كم مشكله
الضربات. هذا example ده صنع تترابيبتايد من اثنين أمينو أسيد. أوكي. حتى صنع تترابيبتايد من اثنين أمينو أسيد. راح يكون اثنين وصار أربعة. صح؟ 16. إيش كده راح يساوي 16. فأني أول ما أبدي أخذ 20 بار أمينو أسيد عفوا اللي هو جلايسين وألانين على سبيل المثال. راح اسوي لهم شنو هو اتاتشمنت ويا الزاين كخطوه اولى از بروتكت وراها اجمعهم في المطبخنا راح اسوي شنو هو ميكسينج راح نجمع الاثنين بعضهم واسوي دي بروتكشن وبعدين شنو هو سبليفينج اوكي سبليفينج يعني ايش راح يصير هنا كل واحد من الاسيد اللي هو اللايسين والانين موجود وين؟ كل فلاسك. جلايسين الانين موجود شنو هو؟ كل فلاسك. راح اجي اضيف الامونيا اسيد الثاني اللي هنا راح اضيف جلايسين حتى اصنع شنو هو؟ دايبيبتايد. حسب شنو؟ حسب الفلاسك الاول. مره اضيف جلايسين مره اضيف الانين. بعدين راح اسوي الميكسينج. راح اسوي الميكسينج وبعدين شنو؟ سبليتينج. من نسوي سبليتينج راح يطلع عندي الأربعة موجودات وين؟ كل فلاسك أربعة دايبيبتايد اللي صنعتهم بالخطوة الثانية موجود وين؟ كل فلاسك أجي أضيف شنو هو؟ أضيف عليهم نور جلايسين حتى صنع شنو هو؟ دايبيبتايد بين جلايسين ألاني طلع عندي دايبيبتايد أنا راح أسوي لهم ميكسين سبليتينج شفت صار هنا ثمانية دايبيبتايد الكل شنو كوركشن بزوز اجي اضيف النور جلايسين كملت التطابق بتايد اذا احسبهم من ناجية هنا 8 و 8 16 اذا اسوي ريكرسيف ديكونفوليوشن حتى اعرف شنو الالكتيف فهنا سويت اللي الالكتيف هو هذا هنا ليش انت هنا الالكتيف؟ الانين اذا نخلي ببالي الانين او ماين اسيد خلي ببالي شنو؟ الانين امينو اسيد. انا شنو اسوي بريكرسيف ديكومبوليشن؟ اسوي ريتينشن سامبلات من الترايبوبتايد. اجي اليوم بشكل الترايبوبتايد نفسه. ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي هذا اكتب. يعني جلايس. ليش ينتهي؟ ينتهي بالجلايسين. اذا خلي ببالي اخير امينو اسيد هو الالانين واللي قبل الاخير هو من هو؟ جلايسين وين راح ارجع؟ راح ارجع الدايبيبتايد اللي انا حافظهم مثلا ريتينشن من الخطوه الثانيه مثلا ريتينشن للدايبيبتايد ايش راح اضيف؟ راح اضيف الجلايسين الانين اذا راح اضيف هنا جلايسين وبعدين الانين جلايسين 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 الانين هنا عرفت شنو الأمينو أسيد منين متكون إذا صار عندي كل المعروفات الأمينو أسيد جلايسين 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 ألانين 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 جلايسين ألانين وهكذا شركت الأكتيفيتي ثين طلع وأكتب ما عندي مشكلة هذا أكتب وهذا أكتب إذا أرجع أشوف من بلف لاسك راح أشوف هنا يعني بالتطلع بالتايد هنا موجودة إذا تنكوها طبعا صور هنا راح تنكوها وين كانت ترانس بشكل ميكستشر هسه شلون صارت حقاقتهم صارت ايزوليت شلون راح اعرف ستراكشر مالتها لا تنسوا انا بخلي هنا تانج مولكيول كل ستيج فايش على التانج مولكيول راح يقول لي حسب الرسم اللي يطلع عندي راح يقول لي ترى هنا تراني جلايسين هنا جلايسين هنا جلايسين هنا الانين اجي اصنعهم حصلت شنو الاكتيف كومباوند هنا راح يصير ليد كومباوند لا تنسون مو فاينل يطلع هنا ليد كومباوند يعني معناتها كل ستيج دوت اقول بنتابتايد او هيكسابتايد كل خطوه انا اسوي شن تشيكينج الاكتيفيتي يعني كل خطوه ارجع بها ستيب باك اسوي تشيك الاكتيفيتي حتى اعرف يا امينو اسيد هو المسؤول دائما اعتمد على شنو على اللاست امينو اسيد لان هو وقت اقرب شيء وين
البايندينج سايت اكثر واحد اكسبوز. وقع خير اكزامبل ختمنا الوايندشن مثل ما مكتوب هنا يو ويش نعم عليكم السلام دقائق وخلص دقائق وان شاء الله بلعب هذا you wish to carry out computer synthesis using barcoding technique استخدم الباركود يعني تخلي تاج مولكيول تخلي تاج مولكيول اذا خلي بالك عندك 9 مولكيول معرفات على تاج مولكيول اللي تبدي من الـ A الى الـ I 9 مولكيول تستخدمها از تاج مولكيول المراحل مختلفة شنو هاي المراحل تصنع من عندها؟ تتفاعل 7 بروم اسيد ويا 7 امين ويا شنو؟ ويا 7 اسيد كلورايد حتى تحصل على شنو؟ حتى تحصل على الفاينل برودكت اول شيء يقول لك construct suitable coding system يعني شلون انا عندي A B C اوكي A B A C B C بالضبط شنو عندي B C A B C اوكي شنو هو A C A B C يعني 7 اذا هذا اول واحد شو بقى عندي D بالستيج الثانية E F F G بعد عندي شنو D E D F بالضبط E F D F E F D E F D E F بالستيج الثالث G H R شو بقى عندي G H R G H I اوكي بعدين جي اتش جي اي جي اي بعدين اتش اي شو بقى عندي جي اتش اي اذا هاي 9 مولكيول 9 مولكيول صار عندنا شنو كودينج سيستم اما الكل مجموعه متفاعله ايش عندي كان عندي هنا 7 اذا 1 2 3 4 5 6 7 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 وهنا ايضا سلام هسه اجي افاعل ذني افاعلهم مع بعض ايش راح يطلع عندي؟ يطلع عندي هذا الريزلت مثل ما تشوفون هنا طلع عندي هذا الريزلت يعني من فاعلت البروم اسيد خلينا نقول بي ار سي اتش 2 كاربون وخليها اربون حتى نختلف سي اتش ار سي او اتش زائدا طبعا الار من R9 إلى R7 يعني نستخدم 7 زائدا 7 أمينز يعني خلينا نقول R NH2 والR أيضا من R1 إلى R7 ليش؟ يعني 7 أمينز زائدا شنو؟ وقع عندي كلورايد أسيد يمكن؟ أسيد كلورايد اللي هو هذا خلينا نقول R C11 هون O C والR من 1 إلى 7 فاعلتهم مش طلع عندي بالباركود وانا خليت تاج مولكيول وحول فولت حول خليته بالغاز كروماتوغرافي انطاني هاي قال لي باول ستيج عندك اي يو سي اوكي الثاني ستيج دي يو اي والثالث ستيج شنو هو جي اتش ستيج تمثل الاولى تمثل برومو اسيد اللي هو المتفاعل والستيج الثانية اللي شنو تمثل هنا الأمين اللي هو ثاني متفاعل وثالث متفاعل اللي هو شنو هذا في الستيج 3 يعني فاعلت أول ستيج هذا ويا الأمين از ستيج 2 حتى ينطيه وبعدين ستيج 3 ويا شنو ويا الأسيد معناتها استخدمت إذا أقول أي بي سي يعني خامس برومو أسيد خامس برومو اسيد هنا من فاعلت الامين طلع هنا عندي دي في رابع رابع
امين. وهنا نقول جي اتش اي يعني صادر اسيد كلورايد. اذا راح يطلع ستراكشر مالتي رابع تايب من البروما اسيد العفو خامس ويا رابع تايب من الامين ويا سابع تايب من الاسيد كلورايد. وبهيجي عرفت شنو ستراكشر مال كومباوند. شلون نقري اس كود؟ ينقري 101 110 1111. ترى هاي الوان يمثل الاكتف وتصير هني ما اكتف لا لا يعني اذا يطلع تايب مولكيول يشتغل واحد يعني هذا موجود كتايب مولكيول. اذا زيرو يعني ما موجود. فهو شلون موجود هنا؟ اي و سي سوى في و اي سوى وهناك جي اتش واي يسويه. فهذا يدليني على شنو؟ على اليوم مولكيول عم يستخدم دبريشن. واضح؟ بالنهاية حبيت أقول لكم عليها إنه باركود وريكرسيف ديكومبوزيشن شلون تصير. وهنا ننهي الدرس الكيمياء السريعة.